ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير جدا. النهارده هنعمل مع بعض ريفيو خطير جدا، واحلى حاجه فيه انه انفراد وحصري لقناه ميريت ظريف. هو منتج نازل جديد ليه شهر او اتنين. يعني دخلت على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، مفيش اي حد عامل ريفيوهات عنه غير العبد لله. يعني ده انفراد وحصري، اول مره انا اللي اتكلم عنه. فيا ريت كده تشجيعا ليكوا، حطوا اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان اوصل لكم كل جديد. اللايك هيخلي اكبر عدد من الناس تشوفه وتعرف الريفيو عن المنتج. وهو كيش كينج شامبو للقشرة، نازل جديد. طبعا اتكلمنا قبل كده عن عملنا ريفيو عن شامبو كيش كينج، وعملنا فيديو تاني بنوضح فيه الاحجام بتاعة شامبو كيش كينج، الميني والوسط والكبير، وقلنا اسعارهم. نزل شامبو كيش كينج او من فترة بالبصل، بس للأمانة انا ما جربتوش، وفي ريفيوهات كتير عنه اللي هو بالبصل، لكن اللي هو بالقشرة ده لسه نازل جديد، محدش عمل عنه ريفيوهات خالص، فانا عملت ريفيو عنه. فلو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، ويلا بينا نخش على الموضوع. وزي ما انتم متعودين بنقول كل حاجة فيه وبنشرحه وبنقول سعره المناسب، وفي الاخر خالص بنتكلم عن رأينا الشخصي فيه. مبدئيا هو العبوه بتبقى 200 مللي، لسه منزلش منه مني، منزلش منه الصغير ومنزلش منه الكبير خالص اللي هو 340 مللي، زي ما حصل في الشامبو كيش كينج الاصلي. نزل منه ال 200 مللي، وبعد كده نزل منه بعدها بفتره 340 مللي لما الناس جربته وحبته وطلبت منه احجام كبيره. بعد كده نزل منه الميني، فده نزل باول حجم اللي هو 200 مللي. زي ما انتوا شايفين اهو من ورا 200 ملي متسعر 145 جنيه. زي ما انتوا عارفين ان شامبو كيش كينج بيبقى متسعر، يعني بيبقوا كاتبين سعر، بس طبعا في ناس بتبيعه اغلى من ما هو متسعر، وفي ناس بتبيعه ارخص، زي ارخص ما هو متسعر، زي العبد لله يعني. تمام. طبعا هو مش هقول لكم اصلي ومضروب، لاني لسه منزلش منه مضروب، اللي موجود في السوق كله اورجينال. تمام، معاكم بالباركود وكل حاجه بتاعته، زي ما انتم شايفين ورا ولا كلمه عربي، ولا 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 كلمه عربي. يبقى هو 200 مللي متسعر 145. طيب سعره المناسب قوي اللي تشتريه بيه هو من معاكي من 100 جنيه ل 120 130 او لحد كمان 145 زي ما هو مكتوب. يعني ما تدفعوش فيه جنيه اكتر من كده. انا عن نفسي بجيبه ب 90 جنيه جمله، ببيعه ب 100 جنيه، وساعات بيجي لي ب 92 93 على حسب بقى زيادات الاسعار اللي موجوده في السوق، بس انا ببيعه ب 100 جنيه. وطبعا مش بقول كده عشان تشتروا مني، انا ما عنديش شحن محافظات اصلا، بس القناه دي معموله مش للبيع، القناه دي معموله للريفيوهات، وكمان ان انا اقول لكم السعر المناسب. فسعره المناسب يا جماعه معاكم من 100 جنيه لحد 130 140، ما تدفعوش فيه اكتر من كده، لان الصيدليات بتبيعه ب 200 وشويه، وفي بيدجات اونلاين بتبيعه ب 200 وشويه و 180 وحاجات كده. طيب مبدئيا شكله زي ما انتم شايفين، عليه كلمه 30 زي الشامبو الاصلي. الحجم ال 200 مللي مكتوب فيه 30، والحجم الكبير 60. الجزء كله اخضر، والغطاء ازرق زي ما انتم شايفين لبني، والكتابه من تحت لبني. طيب لونه من جوه عامل ازاي؟ لونه من جوه ابيض، تمام، بعكس النوع اللي هو الاصلي الاوريجينال كان لونه اخضر. طيب ريحه الشامبو ده ريحته حلوه جدا، او لو مش هنقول ريحته حلوه جدا، هو بالنسبه لي ريحته حلوه جدا، بس بالنسبه للعادي او الطبيعي ريحه حلوه او ريحه مقبوله، لان الشامبو الاصلي الاوريجينال اللي هو الاخضر ريحته زي صابون المواعين، وانا قلت لكم قبل كده انه ريحته زي صابون المواعين، لكن ده ريحته مقبوله وريحته حلوه. طيب هو متخصص في القشره، يعني فيه ليمون، يعني الشامبو ده فيه ليمون، يحتوي على الليمون. الليمون طيب بيعمل حكه في الشعر وبيحرق وبينشف الشعر وكده؟ لا خالص، وهدخل معاكم دلوقتي في الريفيو. طيب هو بيعالج القشره بس؟ لا، بيعالج التساقط وبيعالج القشره وبيعالج حكه الراس وبيغذي الشعر وبيعمل بيبي هير، وبيعمل نفس مفعول الشامبو الاصلي. الاصلي كان بيوقف التساقط وبيعمل بيبي هير مع الاستعمال، يعني بينبت شعر وبيطري الشعر وبيديله حيويه ونظافه، وده هكذا. يلا ندخل مع بعض على الريفيو الشخصي ليا،
وهتكلم معاكم في طريقة استعماله. طريقة استعماله هو المفروض يتخفف زي النوع التاني الأصلي، كنا بناخد مثلا جزء كده في إزازة ونحط عليه قدهم مية ونرجه ونستعمله. ده أنا بفضل إنكم تستخدموه خام كده عشان يعالج القشرة، فبتاخدوا منه جزء بسيط وتغسلوا بيه الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع. طيب يا ريتا، معروف أي شامبو متخصص في علاج القشرة بينشف الشعر، ده لا ما بينشفش الشعر خالص، بيعالج القشرة الظاهرة والغير ظاهرة، يعني اللي بتبقى باينة واللي مش باينة، اللي بتسبب احتكاك بس، بتعالج الشعر قشرة الشعر من أول استعمال، ما بينشفش الشعر، بيدي ريحة حلوة للشعر، بيرطب الشعر حلو جدا ويخليه ناعم كده وانسيابي وجميل، وكمان بتحسي بنظافة الشعر. يعني عارفين نظافة الشعر اللي هو في انواع شامبو تغسلي بيها برضو تحسي انك عايزة تهرشي في شعرك، لما تهرشي تطلعي مادة كده زي القشرة الكتل، ده بيديكي احساس النظافة كده، ومهما يعني لو غسلت شعرك وعملتي كده بضفرك في شعرك او كده مش بيطلع اي افرازات من الشعر. فانا بجد عجبني اكتر من التاني، لاني انا مثلا بتيجي عليا في اوقات كده خصوصا الشتاء شعري بيتملى قشره، فده حلو جدا، بيعالج التساقط زي التاني بالظبط، ويمكن احسن، بيدي حيويه للشعر ونظافه، بيرطب الشعر زي التاني واكتر كمان. والميزه اللي فيه غير انه بيعالج القشره، ريحته حلوه، التاني كانت ريحته عامله زي الصابون حرفيا، لكن ده ريحته حلوة بجد، عجبني جدا، اتمنى انكم تجربوه. يعني مش لاقية كلام عنه فعلا، كيش كينج كل مرة بتثبت لنا ان منتجاتها حلوة جدا. عجبني جدا وقلت افيدكم بيه، انا ماشي عليه ليه 20 يوم، يعني يكاد انتوا لو بصيتوا هتقولوا ان انا ما استخدمتوش، يعني مليان، فهي النقطة منه بدل ما تخففوه استخدموه مباشرة، النقطة منه بتنضف الشعر حلو وبتشيل القشرة، ويعني زي ما قلت لكم في مميزات كتير، انه مش بس بيعالج القشرة، لا بيوقف التساقط، بنعم الشعر وبيطلع بيبي هير وبيغذر الشعر وبيدي حيوية ونظافة، ريحته حلوة، ميزته كمان انه ما بنشفش الشعر زي ما قلت لكم، لان اي برودكت بنجيبه للقشرة بينشف الشعر زي نيزابيك في الكلام ده، فهو بجد شامبو كامل متكامل. اتمنى انكم تحطوا لايك وما تنسوش الاشتراك في القناة، توحشوني جدا جدا جدا، باي باي.